النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث يؤتى بالرجل، الرجل يعني أو المرأة إنما، فيوضع لها المنزلة في الجنة، يوضع له المنزلة في الجنة، فيقول يا ربي عملي لا يوصلني إلى هذا، فيقول الله له بلغتها باستغفار ولدك الصالح لك، ولدك يعني ابنك وبنتك، وله بس ابنك وعيالك، قد يكون استغفرك عيال عيالك أحفادك، فهمت؟ بلغتها باستغفار ولدك الصالح لك. يا إخواني في بعض الناس الآن يستغفرون لوالديهم، يخصون لهم جزء من الاستغفار في الليل وفي النهار ومع الأوراد وفي السجود، لماذا؟ لأنهم يقولون هذه صدقات نوصلها إلى أهلنا. كل واحد يا إخواني من الناس الآن عنده حسابين، حساب في بنوك الدنيا وحساب في بنوك الآخرة، رب العالمين سبحانه. بنوك الآخرة، أي شيء ترسله البنك ربي يسجل، أي شيء يسجل. ولذلك يا أخي سجل في حساب أبوك، في حساب أمك، حساب خالك، حساب خالك. أعجبني يوم من الأيام واحدة من الإخوان يقول يا أخي أنا عندي خالات بدو ماتن ذيك الحين في البادية، وهني ذيك الحين الولادة موت، يعني ما من احتاجت قيصرية ماتت، ما عندهم قيصرية. يقول الله يا أخي ماتن بولادة وأمي يعني مهتمة فيهن وحججت عنهن، وأنا كل ما ذكرت يعني حالتهم كذا يقول الله أني ما عندي إلا أستغفر لهن الآن، وأستغفر لهم بأسمائهن، اللهم اغفر لخالتي منيرة، اللهم اغفر لخالتي نورة، اللهم اغفر لخالتي هيا، اللهم اغفر لها خالتي إن شاء الله. يقول أنا أبدا أستغفر لهن وأعلم أن استغفاري سيصل إلى الله، والله تعالى بيضع في احسابهن. رب العالمين يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم.